مرحبا واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. معكم رغد من قناة تفاصيل تيوب. فيديو اليوم بعنوان يوتيوبرز لم يصوموا رمضان لعام 2022، تعرفوا على السبب. وعشان تعرفوا مين هاليوتيوبرز احضروا الفيديو معي للنهاية، ويلا خلونا نبلش. ما أبلش، كل عام وإنتوا بألف خير وينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية. تعالوا نشوف مع بعض مين اليوتيوبرز اللي ما صاموا في رمضان. أولاً عائلة توني وكريس. كتير من المتابعين صرحوا وأعلنوا إنه عائلة توني وكريس لا تصوم رمضان. شو صحة هالخبر؟ هالشي صحيح، فعائلة توني وكريس عائلة مسيحية، لكنها دائماً بتوجه المعايدة لمتابعينها المسلمين بمناسبة هالشهر. تعالوا نشوف مع بعض مين اليوتيوبرز الثاني. نوري ستارز. كتير من المتابعين حكوا إنه نوري ستارز ما بتصوم رمضان. شو صحة هالخبر؟ هالإشاعة خاطئة، فنوري ستارز تعتنق الديانة الإسلامية ودائما ما بتشارك متابعينها بفلوقاتها الرمضانية. ثالثا إيفا. معظم متابعين قناة أميكوس فوريفر أرابيك بيكون عندهم الفضول لحتى يعرفوا هل إيفا بتصوم رمضان أم لا. مثل ما حكينا قبل هيك، إيفا أوكرانية الجنسية ومسيحية الديانة، مشان هيك هي ما بتصوم رمضان، فهالشي مو من طقوسهم. رابعا نارين بيوتي. دائما نارين تواجه سؤال متكرر على قناتها على اليوتيوب او على حسابها على الانستغرام، بيسألوها اذا هي فعلا بتصوم رمضان ام لا. اضف الى ذلك، نارين اتهمت عدة مرات انها ما بتصوم رمضان. شو صحة هالخبر؟ نارين بيوتي مسلمة الديانة مثل ما اغلبكم بيعرف، فهي اكيد بتصوم رمضان، ودائما نارين ما بتشارك متابعينها الطقوس الرمضانية. خامسا إديانا. إديانا بطلة قناة إديانا والأصدقاء. إديانا لأنه في عدد كبير من متابعينها من الدول العربية، فهي دائما بتتعرض لمثل هيك أسئلة. تعالوا نشوف هل إديانا بتصوم رمضان أم لا. مثل ما أنتوا عارفين، إديانا مسيحية الديانة، فهي بتنتمي لعائلة معظمهم مسيحيين الديانة، ومشان هيك هي ما بتصوم معنا شهر رمضان. سادسا غيث مروان. غيث مروان كتير بيتعرض لأسئلة مثل هيك، سواء على صفحته على الانستغرام او على قناته على اليوتيوب. مثل ما معظمكم عارفين، غيث مروان مسلم الديانة، فهو اكيد عم بيعيش اجواء رمضان معنا وبصوم. سابعا عائلة انس واصالة. دائما ما بتواجه هالعائلة اشاعات بتعلن عن عدم صيامهم في رمضان. طب شو الحقيقة وراء هالاشاعات؟ تعالوا نعرف مع بعض. عائلة انس واصالة هي عائلة تعتنق الديانة الاسلامية، فمن المستحيل ما يكونوا يصوموا معنا شهر رمضان. ثامنا عائلة سياماند وشهد، وهي أيضا من العائلات اللي بتتعرض لإشاعات كبيرة بتحكي إنهم ما بيعيشوا ولا بيصوموا معنا رمضان. هالإشاعة خاطئة 100%، فهي عائلة تعتنق الديانة الإسلامية، فمن الأكيد إنهم بيصوموا رمضان معنا. بيسان إسماعيل، وهي من أكثر اليوتيوبرز اللي دائما بتواجه هالسؤال، ودائما ما تواجه إشاعات بعدم صومها. شو الحقيقة وراء هالإشاعات؟ تعالوا نشوف مع بعض. هالإشاعة صحيحة، فبيسان من الطائفة الدرسية اللي ما بيصوموا معنا شهر رمضان. بكون حكيت لكم مين اليوتيوبرز اللي ما بيصوموا رمضان لسنة 2022. إذا بتعرفوا حد تاني اكتبوا لنا بالتعليقات. هيك بنكون أنهينا هالفيديو لهذا اليوم. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو والضغط على جرس التنبيهات ليوصلكم كل جديد، وشكرا لمشاهدتكم.